من يتواصل معنا عبر فقرة البرنامج، نرحبوا بصديقة دائمة للبرنامج رجاء. أهلا وسهلا بك، شحالك يا قلبة سليك؟ بخير الحمد لله. يا كرخير، بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا بك. مرحبا. إذن أخت رجاء، اللي تقدمينا اليوم من وصفات طبيعية؟ طبعا عندي واحد الوصفات، وحدة الشعر وحدة الجسم، اللي هي تنقية الوجه والتصفية. معلقة ديال الترمس كبيرة مطحون، معلقة كبيرة من الترمس، معلقة كبيرة ديال الفول مطحون، معلقة كبيرة عدس مطحون، نعم، معلقة كبيرة زيت الجنجلان. هادشي غنجمعو إما بالماء الورد أو ما خيزو. غنديه على الوجه لمدة 20 دقيقة. وهاد الوصفة كتستعمل 3 مرات في الأسبوع. نعم. تبريمة للجسم، فيها معلقة كبيرة الخرقوم مطحون، نعم، معلقة كبيرة ديال الأزل مطحون، معلقة كبيرة الخميرة معجونة، معلقة كبيرة الحنة، حنة، وشوية الصابون البلدي. صافي، هادشي كتخلطيه مع شوية الما دافي، وهادي كديريها قبل ما تحكي، ديري هي الأولى، هي الأولى، كتخلي الحنة كديريها، صافي من بعد كتخليها واحد شوية، من بعد كتغسليها وتحكي عادي. إذا تبريمة الجسم قلتي لنا ملعقة كبيرة من الأزير، ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من الحنة، والخرقوم، والخرقوم، والصابون البلدي واحد شويه هي. تخلطي المكونات كامله وديريهم في بدايه الحمام. ايه. واضح. بالنسبه لوصفتك الاولى وهي خاصه بتنقيه الوجه، قلتي لنا ملعقه كبيره من الترمس، ملعقه كبيره من الفول، ملعقه او زيت الجلجلان، معلقه كبيره العدس، معلقه كبيره من العدس، نعم، وزيت الجلجلان، والخليط كامل نخلطو ونديرو على البشره تقريبا لمده 20 دقيقه. غتخلطي اما بالماء الورد او ما خيزو. ما ورد او ما خيزو. واضح. هذا كم مره في الاسبوع يمكن تستعملوا السيده؟ 3 مرات في الاسبوع. 3 مرات في الاسبوع. واذا منقي للبشره. أيه. ونظف البشرة. نشكروك رجاء على الوصفات اللي عطيتينا اليوم. مرحبا أختي، مرحبا. إن شاء الله نتواصلوا معك في حلقات قادمة، وإن شاء الله تنال إعجاب مستمعينا الكرام الوصفات اللي عطيتينا اليوم. إن شاء الله. شكرا، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا وسهلا بك.